دكتور عزيز، أنت تعلم أننا سمعنا الكثير خلال فترة الحجر هذه عن يعني تطبيقات جديدة للهواتف مثلا تستطيع أن تمنح الحكومات القدرة على تتبع الأشخاص أينما كانوا وأخذ حرارة الجسم وإلى ما هنالك من تفاصيل أحيانا شخصية جدا. هل هذا يعني أننا نتجه بسبب كورونا نحو خسارة المزيد من مساحاتنا الشخصية ووقتنا أو حميميتنا؟ أظن لأن المشكلة هي أن في الدول غير ديمقراطية هي التي تحاول أن تستغل جائحة كورونا من أجل تمرير سواء مجموعة من القوانين أو مجموعة من هذا النوع من التطبيقات، في حين أننا في منطقتنا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط هذه العلاقة المتوترة بين الأجهزة وبين المواطنين تجعلنا نتخوف بشكل كبير جدا حول مآل وحول مصير هذه التطبيقات. إذا هذه التخوفات هي التي تجعل أن التعامل مع هذا النوع من التطبيقات يجعل المواطن يتعامل معها بحذر وبحرص شديد جدا مخافة استغلالها من طرف الأجهزة الأمنية في غير ما خلقت لها، يعني في غير كورونا أو خاصة فيما بعد كورونا.